أهلا وسهلا فيكم ببرنامجكم كلام رجال. اليوم موضوع حلقتنا عن الثقة في الله. كثير مرات لما أفكر بهذا الموضوع بتذكر الآية الأولى من الصلاة الربانية: لأب بيعتني كل أيام الزمان وهو راعي الذي معه أمشي في أمان عبر مجهول الغد كل ظرف كل آن يده تمسكني وهي تكفيني شكرا على الترنيمة الحلوة، مبسوطين اليوم تكون معنا دانا مزاهرة، أهلا وسهلا فيكي. واليوم موضوع حلقتنا زي ما حكيت قبل هي الثقة في الله، وضيوفنا اليوم السيد منذر شحتيت، أهلا وسهلا فيك، السيد لبيب مدنات، أهلا وسهلا فيكم. بحب أبلش معك سيد منذر، هل أستطيع أن أثق بالله؟ بدون شك نستطيع أن نثق بالله. أقول هذا لعدة أسباب، السبب الأول أنه كل واحد فينا عنده قصة أو عنده اختبار حقيقي بينه وبين الله، لأننا اختبرنا الله في الماضي وأثبت أنه إله جدير بهذه الثقة، نستطيع أن نكمل بهذه الثقة. ولكن لا ينبغي أن نبني ثقتنا فقط على اختباراتنا الشخصية، لأننا نحن بشر متغيرون، لابد ما نرجع للمكتوب، لابد ما نرجع للكتاب المقدس الذي يعطينا كل الأدلة والإثباتات التي تعبر عن صفات حقيقية موجودة بالله، نستطيع من خلالها أن نثق فيه. على سبيل المثال، مش الحصر بس، بعض الصفات الموجودة في الله اللي بتطمني وبتخليني فعلا أثق فيه. أولا الله يحبني، مكتوب أنه الله محبة، فهذا الأب المحب بهذه الصفة يجعلني قادر أن أثق فيه، لأننا نحن اليوم لا نثق إلا بمن نحب، وهذا واقعنا، هاي اختباراتنا، نستطيع أن نراها في علاقاتنا مع أولادنا، مع زوجاتنا، مع الناس الذين نحب. نحن نثق بمن نحب، وإذا كان هذا الإله يحبني فأنا أستطيع أن أثق فيه. خذ مثلا صفة ثانية، هذا الإله هو صديق، ونحن نعرف الحديث الذي يدور بين الأصدقاء، فصفة القرب والحميمية والصدق اللي موجودة في الله تجعله قريب مني فأستطيع أن أثق فيه. خذ مثلا هو إله قادر، أي أني إذا عندي حاجة معينة يستطيع أن يتدخل، وكل الصفات الموجودة في الله نحن نبحث عنها في أي شخص لنستطيع أن نثق فيه، فإذا كانت موجودة جميعها في الله هذا مبرر كافي لي ولك، ليس فقط اختباراتنا ولكن الحق المكتوب بالكتاب المقدس يعلمنا أن نثق ونرتاح ونطمن في شخص الله. سيد لبيب، إيش يعني أثق بالله؟ سؤال جميل كنت بفكر فيه ومنذر بيحكي. الثقة هي البعد العملي للإيمان،
بمعنى إيمان بدون ثقة هو عبارة عن كلام نظري. الثقة هي البعد العملي للإيمان. بكلمة أستطيع أن أثق هي فيها تقريبا يعني كأنه تعارض. أنا كرجل دائما بحب أكون مسيطر، بحب أكون عارف أنه كل شيء أمامي مرتب وأنا مسيطر على ظروفي، كل أموري. أستطيع أن أثق يعني أستطيع كأنه أن أسلم لغيري، يعني هل أستطيع أني أفقد السيطرة؟ بالضبط، عارف كيف؟ فعشان هيك أحيانا تيجي صعوبة كلمة الثقة. فهاي الثقة، الثقة هي عملية تسليم مع يقين، هي ثقة تسليم مع يقين الله. هل أستطيع؟ قد تكون استطاعتي محدودة لكنها ممكن تنمو، مثل ما قال منذر كمان، من خلال الخبرة ومن خلال طبعا الرجوع للحق الكتابي أكيد اللي هو الأساس. إحنا صراحة عملنا زي استفتاء وسألنا بعض الناس هل الله مسيطر على الظروف؟ هل يستطيعوا أنه يثقوا بالله ثقة عمياء؟ خلينا نشوف شو جاوبونا. بتعتبر أنه الله مسيطر على حياتك وبتوثق فيه ثقة عمياء؟ أكيد بدون شك، في عنايته. إيه، إذا أنا مسلم حالي لإله عنايته بتشتغل فيه، وإذا أنا ماني مسلم حالي لإله بيتركني حر. أكيد بوثق فيه طبعاً، كل شيء بإرادة الله بيصير مزبوط، وعامله أنا سنتر بحياتي يعني بكل قراراتي دايماً بستشيره بالصلاة. سيد لبيب، أنا بعرف بشغلك مع جمعية الكتاب المقدس خسرت شخص بسبب أنه انقتل هذا الشخص، وهل خلال هاي الفترة فقدت الثقة أنه الله هو المسيطر، الله هو اللي له كل الأمور؟ كان وقت عصيب، كان وقت مؤلم، كان وقت مظلم، لكن الثقة الأساسية أو الثقة العقائدية موجودة، لكن الثقة على مستوى المشاعر، الثقة حتى على مستوى السؤال اهتزت، واهتزت بشكل كبير جدا. بتذكر وأنا واقف عند في الجنازة أمام زميلي وصديقي اللي قتل بصورة شنيعة ومدرج بالدماء، طلعت لفوق وسألته، قلت بس قل لي إنك موجود. لا يعني ما في عيب بالسؤال ولا حتى بالشك. وفي الواقع أفضل طريقة للتعامل معها هو التعبير عنها لا الله، لأنه لما أنا بوجه سؤال ضعف الثقة، لما أنا بوجه سؤال الحيرة لا الله، أنا بقرر وبعترف أني أنا بثق فيك، لأشان هيك لأني أنا بثق فيك أنا جاييك بسؤال شكي وضعف ثقتي وإلى آخره. هالأمور هاي ما خفف من المصاب، الوقت كان صعب جدا جدا وكان مشحون بخوف كبير، لكن في الواقع استمرار علاقتي مع الله كان مهم جدا. علاقتي الشخصية مع الله، حديثي مع الله كان رابط مهم جدا. ما انتظرت إجابة على سؤال حتى أشطرت استمرار الثقة، لكن كان هناك عملية استمرار للعلاقة، من خلال استمرار العلاقة هذا البعد التساؤلي والبعد العاطفي تمت الإجابة عنه. إذا بتطلع على حالك قبل مقتل زميلك وبعد مقتل زميلك، شو اللي فرق عليك شخصيا؟ أنا بتذكر قلت له بعد فترة، قلت له يا رب مرة واحدة كفاية، لا تجربني فوق استطاعتي. إذا أنا عندي اختبارات سلبية مع الثقة، هل هذا مبرر إنه أنا لا أثق بالله؟ كيف بقدر أتغلب على هذا الشيء؟ يعني ما عندي مثال أنا قدرت أثق فيه. أنا أعتقد إنه إحنا بحاجة نرجع للأساسات. الخطر عادة بيكون
أنه نأخذ اختبار معين ونعمم مع كل حياتنا. يعني إذا شخص رفضني هذا لا يعني أن كل الناس سيرفضوني. إذا وثقت بشخص وخان هذا الثقة لا يعني أن كل الناس رح يكونوا خائنين مثلا. هذا يعني أنه الخلل يبدو بطريقة تفكيرنا. يعني بدنا طريقة تفكير صحيحة. فعندما نطرح السؤال بأن العالم غير يستحق وغير جدير بالثقة، هذه فرضية خاطئة نريد أن نصححها. أنا أعتقد أنه حتى لو كان عندنا اختبارات فيها مرات كثيرة أناس خانوا هالثقة هاي، هذا لا يعني أن الجميع نفس الشيء، والخطر أن نعمم هذه الاختبارات. بس أنا أعتقد وهذا واقع، يعني كلمة الله تعلم أنه الله هو الشخص الوحيد الذي نستطيع إليه في كل وقت ونثق فيه، ولا يمكن له أن يخون هذه الثقة. حتى لو كان الواقع نوعا ما مؤلم، هذا لا يعني أنه لا يحبنا. حلو، يمكن هذا مبرر. إذا أنا ما عندي ثقة بالناس أو الناس خانوني، بقدر أرتجئ لالله وأثق فيه، هو اللي بسد هذا النقص. إذا إجاك واحد سيد لبيب وقال لك أنه أنا مش قادر أثق بالله، شو بتقول له؟ بقول له هاي بداية كويسة. لأنك أنت باعترافك بتقر باحتياجك. أنا مش قادر أثق بالله، يعني أنا عم بحاول ومش قادر. فهي بداية صح. كويسة أنك أنت بتقر بهذا الشيء. بعد هيك بقول لشخص مثل هيك، الله بيصبر عليك. الله بده إياك تثق فيه، مش لأنه هو بده منزلة يتم الاعتراف فيها. الثقة بالله مش عملية مركز أنا بدي أقر فيه، مش قضية احترام لله. لكن هي عطية الله بده يعطيني، هي القناة اللي من خلالها الله بوصل كل جوده وإحسانه لإلي. أنا بقول خلي في هاي العلاقة صريح مع الله، وعبر عن ضعف ثقتك وعدم إمكانية ثقتك لله، وخلي من خلال هذه العلاقة الصريحة والمفتوحة مع الله هو يجاوبك، هو يرجع لك بهذا التمكين. استمرار، مرة ثانية برجع على هذا الموضوع، استمرار العلاقة مع الله. وهذه العلاقة على فكرة مبنية على وساطة الرب يسوع المسيح. لأنه أي شيء آخر يهتز، لكن العلاقة اللي مع الله المبنية على وساطة يسوع المسيح هي علاقة ثابتة وأمينة. لأنه في يسوع المسيح أنا منشوف العلاقة مع الآب السماوي، يسوع اللي أخذ ناسوتنا، اللي أخذ بشريتنا. فرجعنا كيف يثق في الله، في أبوه السماوي، حتى في أحلك الأوقات. هي يمكن السؤال بيخليني أتابع ظروف حياتي. أنا عم بسأل أنه أنا مش قادر أثق بالله، بخليني أتابع هون شو ساعدني الله، كيف اعتنى فيي هون، كيف اهتم فيي هون. خلينا نسمع بعض ترنيمة تانية ونرجع منكمل حوارنا. Shoo!
شكرا، يعطيكم العافية. سيد منذر، هل يعني الثقة بالله أنه حياتي رح تكون خالية من المشاكل والمنغصات، ما في أي هموم؟ لا يعني ذلك. أنا بعتقد أنه في فرضية إحنا بناخدها إذا أنا بثق بالله، وهي الفرضية مش صحيحة. إن إذا أنا بثق بالله معناته الله سينزع كل المنغصات وكل المشاكل وكل الألام من حياتي، وهي فرضية مش صحيحة. لأننا نحن بشر، نحن أوريدي مولودين بالخطيئة، في عنا ضعف معين، في نتائج طبيعية للحياة اللي بنعيشها. يعني ثقتي بالله لا تعني أنني لا أمر بتجارب معينة، لا تعني بأنني لا أمرض، لا تعني بأن ابني مثلا لن يشخص بمرض معين، لا تعني بأن صحتي ستكون كما هي. هاي الفرضية شوي اللي بتعبنا. نحن نظن أنه إذا أنا وثقت بالله هذا يعني أنه الله مسؤول عن انتزاع كل الألام والمنغصات. هاي إذا العلاقة الثقة مبنية على هالمصلحة، هاي أعتقد أنه إحنا خربطنا كل المقاييس. ثقتي بالله لا تعني أن أنا أعيش بدون ألم ونغصات، بس الذي يضمن لنا، وهي النقطة المهمة، الذي يضمن حياتي في وسط هذه الألام والصعوبات والظروف الصعبة، هو أن هناك إله يحبني. محبة الله لنا، وبولس الرسول أدرك ذلك بكل وضوح بروميا والإصحاح الثامن عندما قال لا شيء يفصلنا عن محبة الله التي لنا في المسيح يسوع، وحكى فأني متيقن، يعني أنا متأكد 100% أنه لا موت ولا حياة، لا أمور حاضرة ولا أمور مستقبلة، لا ملائكة ولا قوات، ولا شيء يفصلنا عن محبة الله التي لنا في المسيح. ماذا يقول؟ هو يقول حتى لو كان هناك موت أو تعيش بحياة وصف ما تريد في الوسط، إذا كان هناك أمور حاضرة ومستقبل وما تريد في الوسط، لا شيء، لا ظرف، لا مرض، لا شيء، حتى جوع أو عطش أو أي شيء، أو عري أو خطر أو سيف، لا شيء يفصلنا عن محبة الله التي لنا في المسيح. بمعنى آخر، الذي يضمن هذا الكون والذي يضمن هذه الحياة والذي يضمن حياتي الشخصية وعائلتي ومستقبلي، وهناك إله مات من أجلي ويحبني بطريقة مطلقة لا نستطيع أن نستوعبها. حلو، شو ما كانت الظروف أنا بقدر أثق بهاي المحبة. نعم. هذا بقودني لسؤال يمكن صعب شوي سيد لبيب، شو أصعب موقف مريت فيه وكان صعب أنك تثق فيه بالله؟ السؤال صعب، سؤال صعب لكنه سؤال ممتاز جدا. في ظرف مريت فيه بصعوبة، ما بعرف إذا كان في عندي صعوبة بالثقة بالله فيه، لكن بتذكر الخوف اللي انتابني. كان عندي مشكلة في القلب، رحت إلى المستشفى في القدس، ورئيس قسم القلب استدعوه من البيت وجاء المستشفى وقال لي لبيب لازم نأخذك لمستشفى ثاني في القدس اللي عنده إمكانيات أعلى منا، لأنه لازم نعمل لك عملية مستعجلة. بتذكر نبضات قلبي وقتها، أنا شفت كنت أقول له يعني أنا خايف لدرجة سامع نبضات قلبي، فقلبي شكله كويس يعني. لكن بعرف كنت خايف وقتها. واللي صار وقتها إنه بغض النظر عن التفاصيل، بتذكر إنه الطبيب أعطى الصورة الكاملة لزوجتي إنه أنا كنت في خطر حياة، في خلال يعني كان فرضا في المستشفى هذاك معهم ساعة للتحضير، ما كانش معي ساعة للتحضير. في المستشفى الآخر كان في 20 دقيقة ممكن يحضروا الأمور اللازمة. زوجتي لما وصلها الخبر قالها الطبيب خبري أهله إنه الوضع يعني سيء جدا. فاتصلت كارولين بالأهل في الأردن، حكت لهم شيء واحد، لبيب في خطر الموت، صلوا. الرب شاء إنه أضل. لأشخاص آخرين الرب ما شاء إنه يضلوا. فأنا ما ببني ثقتي بالله
على أساس أنه استجاب صلاة زوجتي وأهلي. لدرجة أنا بتذكر خوفي كان أقوى من قدرتي على الثقة الواعية في وقتها، لكن اللي حوالي ثقتهم في الله كانت بتسند. مرة ثانية بقول إنه الثقة في الله بحياتي مش مبنية على سجلات أو سجل استجابات الله لطلبات قدمتها. مش شرط النتيجة تكون إيجابية. مش شرط النتيجة تكون إيجابية بمفهومي. ليش؟ لأنه إحنا مهتمين بحياتنا الزمنية وهذا واقع. الله مهتم بحياتنا الزمنية وما بعد الزمن. أنا ما بقدر أشوف مقتاز. ما تقول لي يعني قد ما الناس يقدروا يقولوا لي أبديتك وأبديتك وأبديتك، أنا مشغول بحياتي الزمنية، لكن الله بيعرف إنه في إشي أبعد من هيك. علشان هيك كمان أنا بقول أخ عودة إنه ال- 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 الثقة بالله لا يمكن تستعاد عنها بالثقة بأي شخص آخر. هلأ في لا يمكن يستعاد عنها الثقة بأي شخص آخر بتاتا، لأنه في إشياء معينة فقط الله بيقدر عليها، وإذا أنا بفقدها فيش إشي تاني بعوض عنها بتاتا. بس كمان شو في موانع بتمنعنا أن نثق بالله؟ أكبر مانع برأيي هو المفهوم الخاطئ عن الله. علشان هيك ضروري أنه ننمو في معرفتنا لله. كل ما أنا بعرف الله أكثر، كل ما أنا بسمح بعطي وقت لحتى إدراكي مشاعري، كل ما في يتواصل مع الله أكثر، كل ما عرفته أكثر. هذا مانع. المانع الآخر حكاه منذر كمان اللي هو المفهوم الخاطئ للسجلات السلبية والإيجابية والآخره. فكرة الخاطئة من هو الله، توقعات أصلاً ما بتكون مش منطقية مش في مكانها. هذول برأيي الشيء. والشيء الثاني كمان البناء فقط على ألام الماضي. البناء فقط على ألام الماضي. في سبب بحب أضيفه هون، وأعتقد أنه نوعا ما عملي. أعتقد وجودنا في مع أشخاص أو في أماكن تبث عدم الثقة بالله، هذا يؤثر علينا طبعا. وجودي مع صداقات معينة عم بتفشلني، عم تحبطني، أعتقد هاي بتأثر علينا. فأعتقد أنه يجب أن نختار، نعرف أين نذهب، نختار مجموعة حولنا بتشجعنا. لأنه أعتقد أن الثقة مرات زي العدوى تنتقل. صح. عندما أثق أخي يتشجع مني وأنا أتشجع منه والعدوى تستمر. فخلينا ننتبه لصداقاتنا وأين نصرف أوقاتنا ومع مين، ما هو طبيعة الحوار اللي عم بيكون موجود. أعتقد هذا يعيق ويقدم إيماننا موضوع الأصدقاء. في موضوع اجتماعي أيضا، إنه الثقة أنت لازم تكسبها، لازم تعمل حتى تكسب ثقة، فهي عبارة عن مجازاة. لا، مش مجازاة، هي صفة من صفات الله، ركيزة من ركائز شخص الله، شخصية الله. هي أنه جدير بالثقة، وأنه يمكن أن نثق فيه في كل وقت، يعتمد عليه. حلو. يعني نعرف الله، نبتعد عن الأشياء المغلوطة اللي بنعرفها عن الله. هو بالفعل جدير بالثقة، بنقدر نعتمد عليه. في بالكتاب المقدس دلائل كثيرة بتورجينا كيف أشخاص وثقوا بالله، ويمكن اختبارات كل واحد فينا، أصدقائنا، معارفنا بتورجينا كيف اختبروا الله وثقوا بالله. خلينا نسمع مع بعض ترنيمة تانية ومنكمل. حبك يا ربي رجعني، تنهض لي روحي.
إذا بتحبوا تعرفوا أكثر عن موضوع حلقتنا اليوم تقدروا تزورونا على الويب سايت الخاص بالبرنامج. أما كتابنا اليوم فهو عندما لا تمطر السماء لفيليب يانسي ودار النشر أوفير. هذا بيحكي إذا كان عندك خيبة أمل مع الله، حاسس إنه الله لا يستجيب، حاسس إنه ثقتك بالله متزعزعة، هذا الكتاب بيقدر يساعدك بهذا الموضوع. بنهاية الحلقة بنحب نشكر ضيوفنا سيد منذر شحتيت، شكرا لوجودك معنا، والسيد لبيب مدنات، شكرا. سيد منذر، شو بتحب تحكي كلمة أخيرة؟ عم يخطر على بالي عدد من الكتاب المقدس ومقولة قالها شخص ما بعرف مين. العدد بيحكي برومية الإصحاح 8 والعدد الأول بيحكي ونحن نعلم، بولس كان بيحكي نحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير الذين يحبون الله. أنا ما بعرف عمليا الناس اللي عم يسمعونا اليوم وين، ربما عم بمروا بظروف صعبة، ربما الكلام اللي بنحكيه مش كثير عم بيعنوهم، عم بيحسوا أنه إحنا عم نحكي إشي نظري، ولكن أريد أن أؤكد أنه الله يعرف أين أنت بالضبط، ويعرف ما هي معاناتك، ويعرف قصتك، والله له يدين تختلف عن يدينا، يستطيع أن يحول كل الظروف اللي بنمر فيها بطريقة معينة أنا لا أعرف كيف يشتغل للخير. ما بعرف كيف، ربما لا نرى الخير الآن، ولكن أثق بأن الله يستطيع أن يحول هذه الظروف في النهاية لما هو خيرا، هيك طبيعته لأنه هو إله خير. وأختم بمقولة قالها أحد، لا أعرف من قال، قال إن الله لم يعدنا برحلة سهلة ولكن بوصول آمن. فسأشجع أي شخص بمر بظروف صعبة بأنه سيصل إذا كان يثق بهذا الإله. سيد لبيب، كلمة بتتراود في ذهني من خلال كلامنا هو العلاقة ما بين الثقة والشجاعة. الثقة بالله تنبت في شجاعة من نوع آخر، شجاعة لمواجهة ظروف، شجاعة لمواجهة مستقبل، شجاعة لمواجهة تحديات. هذه الثقة تبني شجاعة. الله جدير جدير بالثقة. أنا بحب كمان أختم بنفس الكلمة، الله جدير بالثقة. إذا أنا اليوم مش قادر أثق بالله، خليني أجرب والله رح يعلمني وأشوف من الاختبارات إنه بالفعل هو جدير بالثقة. إذا كان عندكم استفسار أو اقتراح أو سؤال تقدروا تبعتولنا على الإيميل الخاص بالبرنامج أو تشوفونا على صفحتنا على الفيسبوك. منشوفكم الحلقة الجاي، وهذا كلام رجال. ابتهاج وعلا